الاحتلال الروسي طبعا زادنا اصرار وثقه بالله عز وجل انه النصر قريب. يعني الطيران الروسي اثر علينا بالعيشه وبشغلنا ونحن مدنيين هون ما لنا مصلحه. هو بده انه عم بضرب الدواعش، عم بطلع الدواعش على الريف، هو عم بضرب هون الاحياء الشعبيه. الطيران الروسي ما اثر على عزيمتنا بس عم يدمر وبخرب البيوت فوق الناس. والله نحن باركين هون في بلدنا، ما منموت في بلدنا، ما منطلع وما نتركها للكافرين للظلام. السبب بلدنا، لاني هن بدهم يهجرونا، بدنا نضل باركين في بلدنا. نحن هالبلد هي بلدنا، اذا انا تركته وغيري تركه مين دا يتم يدافع عنا؟ مين دا يتم ليبنيه؟ مين دا يتم ليعمر الخراب اللي صار؟ انا راح لاثنين اخوات شهداء وانا الثالث صوبت، وباذن الله نحن لساعتنا على الجبهات. يا اخوتنا يا مجاهدين يا ريف الجنوبي، قلوبنا معكم والله معكم وقلوبنا معكم واطفالنا معكم. نطلب منكم القوه والايمان والشجاعه والاثبات على الظلام، على الظلام، على الظلام، على الظلام. الله معكم، الله معكم، والتوفيق لكم، وإن شاء الله أنتم منصورين وقلوبنا معكم.